الحكومة العراقية الجديدة برئاسة الدكتور عادل عبد المهدي، وأنا جئت إلى الرياض كسفير للعراق لدى المملكة. بدأنا العمل على تنمية وتطوير وتعزيز العلاقات، فجاءت زيارة رئيس الجمهورية أولا، ومن ثم زيارة رئيس البرلمان، وبعد ذلك تكللت برئاسة بزيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي دكتور عادل عبد المهدي، بالإضافة إلى زيارات كبيرة من قبل الجانب السعودي إلى بغداد، واجتماعات المجلس التنسيق العراقي السعودي في مطلع شهر نيسان الماضي. كان عدد أكثر من 100 مسؤول وموظف من قبل المملكة العربية السعودية شاركوا في هذه الاجتماعات في بغداد. 8 منهم كانوا وزراء، 6 منهم بدرجة وزير، أكثر من 20 وكيل وزير. كل هذه حقيقة الجهود جاءت لتنشيط العلاقة بين العراق والمملكة العربية السعودية، وتفعيل عمل اللجان المنبثقة عن المجلس التنسيقي العراقي السعودي. وعدد هذه اللجان هي 8 لجان تشمل كافة القطاعات. الأرضية الآن جاهزة لتطوير هذه العلاقات. موضوع الحج هو موضوع كذلك مهم وحيوي بالنسبة للعلاقة بين البلدين، والرغبة الصادقة من قبل الجانبين في تطوير هذه العلاقة ترجمت إلى زيادة عدد الحجاج العراقيين هذه السنة بزيادة ما يقارب 17,000 حاج، وهذا الرقم كبير جدا، بالإضافة إلى فيز المجاملة كذلك عدد كبير، بالإضافة إلى ضيوف الملك وضيوف رابطة العالم الإسلامي. فحقيقة نشهد يعني اهتمام كبير من قبل المملكة لترسيخ وتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات، ولا سيما في مجال الحج. أكد رأي